رأينا في هذا الأسبوع روسيا لما الغرب تحالف عليها في حرب أوكرانيا وجدت الروح والريحان عند حفتر، بدأت تعقد معه في المعاهدات والتواصلات، وحفتر كان هذا هو الذي يرجوه وهذا الذي ينتظره. فكان عندها قوات مرتزقة، وفي الأول كانت تتبرأ منهم وتقول هذا مش تابعين للسلطات الرسمية وإنما هذه شركات خاصة وكذا، إلى أن هذا انتهى. أصبحت روسيا موجودة بصفة رسمية في مناطق متعددة من ليبيا، وجعلت ليبيا قاعدة تنطلق منها لباقي دول أفريقيا، والعالم الغربي يتفرج. وهذا طبعا يعني يرد على الأكذوبة أن الغرب يعني سيحمي ليبيا وأنه لا يسمح بالروس. الغرب لا يهمه شيء، الغرب أي شيء فيه دمار للشعوب المستضعفة وبخاصة الشعوب المسلمة. رأينا ما فعله في سوريا، رأينا ما فعله في العراق، رأينا ما فعله في اليمن، تحالف مع إبليس، يتحالف مع أي أحد. الغرب لا يهمه، إذا كانت المسألة فيها دمار لليبيا يتحالف مع روسيا ويسمح لها بالقواعد. يعني الآن في عاملين قاعدة بحرية، حفتر أعطى لروسيا قاعدة بحرية في المنطقة الشرقية بحيث تنطلق منها وتبقى تستعمل كل إمكانياتها العسكرية. هل هذا يعني لا يعلم به الأمريكان ولا الإنجليز؟ يعلمون به. هل احتلال القوات هذه اللي كانت مرتزقة وأصبحت الآن قوات روسية رسمية وتوسعها وتمددها في الدول المجاورة ليبيا، النيجر وتشاد وما إلى ذلك، هل هذا يعني وإخراج النفوذ الفرنسي والغربي منها، هذا لا يعرفونه؟ يعرفونه، لكنهم التعاون بينهم على الإثم والعدوان، كما تعاونوا في سوريا. سوريا من دمرها؟ هل دمرها الروس وحدهم؟ دمرها الروس والأمريكان والفرنسيس وكل قوة تحالف الشر تحالفت عليها فدمرتها. هكذا الآن هم يفعلون بكل الدول، دول الطوق اللي هي موجودة في الشرق الأوسط ويخشى منها على تهديد أمن الصهاينة وأمن إسرائيل. كلهم يسعون لأن تبقى إسرائيل هي القوة الكبرى وتبقى هي في خاصية العرب والمسلمين ولا تتحرر أراضيهم. هذا هو واقع الحال.